وبقول حسبي الله ونعم الوكيل. لسه مغلبينك؟ شوفي اصل الفلوس بتجنن الناس، بتجنن التفهة اللي هم واحد منهم يحب الفلوس قبل ربنا وامه وابوه. بصراحة لما عملت سيرش وشوفت الموضوع أنا انهارت بصراحة، يعني اتصدمت إزاي الكلام ده يتقال. لحد دلوقتي أنا أصلا مش مستوعبة، بس أنا خدت إجراء قانوني، بكرة إن شاء الله هيكون في بلاغ للنائب العام، لأن سعيد صالح النجم الإنسان الخلوق المحترم ما يتقالش عليه كده. الصغير والكبير دعي لي وانا ما دعيتش لهذا المهرجان، مع ان انا كنت مكلم الاستاذ الدكتور اشرف زكي قبليها بيوم، كان جاي لي دور، قلت له يا دكتور اشرف ده دور ما ينفعش فيه من وجهه نظري الا السيد صالح يعني. ومع ذلك ما فكروش ان هم يدعوني من ضمن المدعوين في هذا المهرجان.